جاءت زيارة لولاية الشرق الأوسط الجنرال علي أحمد عقبش وبرفقته قوة أمنية كبيرة إلى قرية ترنغرا التابعة لمركز بلتوباي، والتي تبعد عن مدينة سار بحوالي 75 كيلومتر شمالا عقب ورود أنباء عن تسلل قطاع الطرق واللصوص المسلحين إلى هذه المنطقة. وفور وصوله عقد الحاكم جلسة أمنية مع قوات الدفاع والأمن، ثم عقبه لقاء ضم كل من المزارعين والرعاة ومسؤولي الفرقان والقرى. مسؤول السلطة التقليدية بمركز بلتوباي قال إن أصحاب المواشي والمزارعين يعيشون في وئام تام، وأن منطقته لم تشهد يوما من الأيام أي نزاع قبلي أو بسوء الأراضي الزراعية. أنينا هراتين وبقار كلنا مخلبتين كده قاعدين. كما أكد كل من مسؤول الفريق ومسؤول القرية عن فرحتهم لوصول قوات الدفاع والأمن، وأكد أنهم سيتعاونون مع هذه القوى التي جاءت لحمايتهم. والي ولاية الشرق الأوسط الجنرال علي أحمد عقبش دعا المزارعين وأصحاب المواشي إلى الوحدة ونبذ الكراهية والعنف، مؤكدا أن قوات الدفاع والأمن ساهرة من أجل الدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم. الرول هناكو تساعدهم عشان ميشانهم يرمي نادي البجي كان كونتر انا الشعب ده وكونتر انا حكومه شعب وحكومه ده نادي واحد نادي البجي بندس قصد بتلي ده ولا حكومه قصد له ولا شعب قصد له. هذا وقد حث الحاكم قوات الدفاع والامن الى التقرب من المواطنين والاستماع الى شكواهم والحفاظ على امنهم وسلامتهم.